عبد الوهاب نائبة رئيس جامعة تطوان. احتضنت اليوم مدينة تطوان الملتقى الدولي حول حقوق الطفل بمناسبة ذكرى 30 ديال توقيع اتفاقية الدولية لحقوق الطفل. هذا الملتقى سيمتد على 3 أيام 21 نوفمبر. استقبلنا 11 دولة بالإضافة إلى المغرب. استقبلنا كذلك حوالي 50 خبير وخبيرة في مجال الطفولة. احتضنت تطوان هذا الملتقى نظرا لي طبعا هذا شرف لنا ونظرا للانطباع ديال المنظمين الذين كانوا زارونا في السنة السابقة في نوفمبر في السنة الماضية برنامج أو نشاط جولة حول العالم يعني جولة الطفولة. فطبعا أعجبوا بمدينة تطوان وكذلك لاهتمام جماعة تطوان بالطفولة وكذلك لإحداثنا لمجلس الطفل كآلية من آلية الحوار والتشاور. فكان لنا الشرف أننا نحتضن هذا الملتقى. طبعا احنا سنناقش خلال هذه الايام يعني مواضيع مختلفه، نتفق كلنا في بعض المشاكل. احنا كنعرفوا هناك مشاكل ومعاناه ديال الطفل عبر العالم. سنساهم في بعض الافكار وبعض المقترحات التي يمكن ان نساهم بها.